ليس العرض فنيا ضاحكا، بل إنه توعوي. يسلط هؤلاء المتطوعون الضوء على أهمية الالتزام بقانون السير والوقوف خلف الخط الأبيض المخصص للمشاة حتى تسمح الإشارة بعبورهم. هذه واحدة من حملات التوعية التي تنظمها جمعيات خيرية في لبنان، كجمعية كن هادي التي عاشت مديرتها لينا تجربة أليمة حين فقدت وحيدها هادي في حادث سير وهو في ريعان الشباب. نحن عم نشتغل على التوعية، نقول له للشاب والصبي اللبنان اللي بلبنان، جربوا انتم انتبهوا على حياتكم، لبينما الدولة هي تطبق القوانين. لازم يصير في تطبيق حازم لقانون السير، ولازم يصير في تحسين لوضع طرقاتنا. هيدا كله مع بعضه بيخلي حوادث السير تنخفض. للأسف حادث السير، أو إذا بدك الأرقام بتقولي رقم، بس هيدا ورا كل رقم ضحية في عائلة مثل ما هي بتنهار. وتشير تجارب السنوات السابقة ودراسات حالية إلى تزايد حوادث السير صيفاً في لبنان مع قدوم السياح وعودة المغتربين والعطلة الجامعية. وتقول دراسة حديثة أجرتها جمعية إنقاذ الطفل إن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لخطر الموت على الطرقات. هذه الدراسة أكدت لنا أنه تقريباً الأطفال ما دون 5 سنوات هني أكثر عرضة للحوادث المميتة بالنسبة لحوادث السير. كمان نسبة الأطفال بين 15 و17 سنة هني كمان أكثر عرضة لنسبة الحوادث، خاصة باستعمالهم للدراجات النارية. وكمان الدراسة أكدت لنا أنه في نسبة من الأطفال اللي هني under age drivers، اللي هني ما دون السن المسموح فيه بالسواقة، كانوا هني عم بيقودوا سيارات بلبنان، وهذا زاد من نسبة خطورة الحادث. وتقريبا 16% من هالأطفال كانت حالة وفاة. في لبنان قانون صارم للسير، إلا أنه لا يطبق كما يجب، لتتواصل الحوادث بكثرة، ما يجعل تفاديها مسؤولية الأهل والمجتمع والسائقين بالدرجة الأولى. حوادث السير إلى ازدياد في لبنان، خصوصا في فصل الصيف مع تزايد السهر، ما يجعل التشدد ضروريا في مكافحة السببين الرئيسيين للحوادث: السرعة الزائدة وتعاطي السائقين للكحول. وليس الاكتفاء كما يحصل هنا بالتطبيق المجتزأ للقانون بهدف تحصيل الرسوم لا أكثر. كلوديا بحنا، الغد، بيروت.